في مكان ما بين خبايا نباتات العليق الشائكة توجد مملكة الأقزام والجنيات. جميع المخلوقات التي تعيش هنا صغيرة للغاية. أنا بن إلف. وأنا الأميرة هولي. هيا بنا لنلعب. انتظرينا. مملكة بن وهولي الصغيرة. مغامرة اليوم تبدأ في القلعة الصغيرة. نزهة الجن الملكية. هذا يوم مناسب من أجل نزهة ملكية. فكرة رائعة أيتها الملكة. روعة، أنا أحب النزهة. مربية بلام، حضري سلة النزهة الملكية. أمر جلالتك، وهل سنتناول الهلام السحرية كحلوى؟ ربما علينا ألا نتناول الهلام السحرية هذه السنة، لكننا نأكله دائماً في النزهة الملكية. حسناً، إن وعدتني بألا تغرق المملكة كلها بالهلام السحري كالعام الماضي. صدقني صاحب الجلالة، لن يحدث خطأ هذه المرة. أمي، أيمكن أن يرافقنا بن في النزهة؟ ولكن يا هولي، بن هو قزم، وهذه نزهة ملكية خاصة بالجن. أرجوك أبي وافق، إنه صديقي المقرب. حسناً، هذا ممكن بما أنه صديقك المقرب. رائع، سأتصل به. مرحباً، السيدة ألف تتكلم. مرحباً سيدة ألف، أيمكنني أن أتحدث إلى بن؟ على الفور. بن، إنها الأميرة هولي. مرحباً هولي. مرحباً بن، هل ترغب في مرافقتنا إلى نزهة الجن الملكية؟ أجل من فضلك. جيد، تعال إلى القلعة بأسرع ما يمكن. أمي، لقد تمت دعوتي إلى نزهة الجن الملكية. كم هذا رائع. ستحتاج إلى الطعام لتتشارك به مع الآخرين. ماذا تريد؟ الفطائر والجبن وبعض الفاكهة من فضلك. سأضع لك حبة فراولة كاملة، هكذا سيكون لديك ما يكفي للكل. شكرا أمي، إلى اللقاء. أراك لاحقا. انظروا جميعا، هذا بن. مرحبا جميعا. هذا ممتع، لم نصطحب قزما معنا في نزهاتنا الملكية في السابق. شكرا لكم على الدعوة. تبدو هذه ثقيلة، هل أساعدك في حملها؟ شكرا بن. لكنها خفيفة جدا. إنها سلة سحرية. اطمئن بن، سوف ترى. انظري، إنها الدعسوقة غاستون. مرحبا غاستون. أبي، هل يمكن أن تأتي غاستون معنا؟ لا أعرف. ماذا قالت؟ المربية بلام يمكنها التحدث بلغة الخنافس. تقول غاستون إنها ترغب في الانضمام إلى الأميرة هولي والقزم بن في النزهة الملكية. يا سيدي. حسناً، هذا مؤسف، رائحتها كريهة. أيتها المربية، أيمكنك الترجمة؟ أجل يمكنني، ولكن أفضل أن لا أفعل. لقد وصلنا، إنه موقع النزهة الملكية. يا للروعة. ما هذا؟ إنه طعام وهو للنزهة. أتعني أنك أحضرت الطعام للنزهة؟ أجل، حتما هي عادة غريبة خاصة بالأقزام يا صاحب الجلالة. كم هذا رائع. لدي طعام كاف للجميع. شكرا لك بن، لكن الجان يا صغيري لا يأكلون طعام الأقزام، لدينا طعام خاص بنا. ما هو؟ لكن هذه سلة فارغة، لقد نسيتم طعامكم. يا لسذاجتك، إنها ليست فارغة، بل هي سلة نزهة سحرية. يمكنها أن تعطينا أي شيء نريده. لنبدأ بالمشروبات. أنا أريد عصيراً فواراً. أيتها السلة السحرية القديمة، نريد أن نشرب العصير الفوار البارد. واو.
أجل أيها القزم، هذا مذهل فعلاً. بن، ربما عليك اختيار العصير من أجل الأطفال. يمكنك اختيار أي شيء تريده. أي شيء؟ هل يمكنني أن أطلب أي شيء فعلاً؟ أجل، أي شيء. حسناً، عصير الليمون من فضلك. أليس هذا مملاً وعادياً؟ الأقزام يحبون عصير الليمون، وأنا قزم. لكن بن، يمكنك أن تحصل على أي شيء تريده في العالم. في هذه الحالة، عصير الليمون مع قطعة من المثلجات. أنت متأكد أنك لا تريد شيئاً أكثر غرابة؟ حسناً، عصير الليمون مع قطعتين من المثلجات. خيار جيد بن. أيتها السلة السحرية، نريد عصير الليمون مع الكثير من المثلجات. يا للروعة. شكراً هولي. لا تنسوا جاستون. ماذا تحب أن تشرب الدعاسق؟ إنها تحب الأشياء ذات رائحة الكريهة. هذا صحيح. من أجل الدعسوقة نريد أن يكون الشراب التالي ذا رائحة غريبة. ياه مربيتي، لقد طلبت شيئاً كريهاً جداً حتى بالنسبة إلى جاستون. هذا ليس صحيحاً، تحب الدعاسق عصير الملفوف الفاسد. من أجل الطبق الرئيس، أيتها السلة السحرية، أعدي لنا شطائر اللحم والجبن من فضلك. والآن حان وقت الحلوى. مرحى، الهلام السحري. من فضلك بلام، لا تعدي كمية كبيرة هذه المرة. لا نريد أن يتكرر فيضان الهلام كالعام الماضي. ماذا حدث؟ هولي وديزي وبوبي يساعدنني دائماً في تحضير الهلام. لكن في العام الماضي أعددنا كمية كبيرة و... أغرقتم المملكة كلها بالهلام. أنا أتذكر، فيضان الهلام، أكان بسببكم؟ أجل، كان بسببنا. لقد كان ذلك رائعاً جداً. لكن هذا لن يحدث مجدداً، صح أيتها المربية؟ لا تقلق يا صاحب الجلالة، تمرنا على كلمات جديدة لجعل الكمية قليلة. هيا يا فتيات. أيمكنني المساعدة؟ أجل بن. أطفال، كرروا من بعدي. أيتها السلة السحرية، هلام هلام، لكن ليس كثيراً. أيتها السلة السحرية، هلام هلام، لكن ليس كثيراً. إنها كمية صغيرة. فعلاً صغيرة جداً. نعم، سنحتاج إلى المزيد. حسناً، لنجرب هذا. أيتها السلة، نريد المزيد المزيد المزيد. أيتها السلة، نريد المزيد المزيد المزيد. أوه، ظننت لبرهة أننا سنواجه فيضان هلام آخر. فيضان الهلام، مربيتي، هذا الكثير من الهلام. أوقفيه أيتها المربية. بكلمات السحرية، أمرك يا هلام، تقلص تقلص تقلص. هلام، جري بكلمات أقوى. لا يمكنني استخدام كلمات إيقاف السحر، إنها تقال في الحالات الطارئة وحسب. أعلن أن هذه حالة طارئة. أيها الرعد والبار، فلتهم الرياح الشمالية. ويا أيها السحر، هيا اذهب بعيدا، اذهب بعيدا. لقد نجحت. مربيتي، أين طعامنا؟ آسفة، كان علي إيقاف السحر كله، وهذا يتضمن طعام نزهتنا السحري. هذا غريب، ما زال طعامي هنا. لأنه طعام حقيقي وليس بفعل السحر. ولحسن الحظ لدي ما يكفي للجميع. شكرا بن. مربيتي، قلت إن الجهن لا يأكلون طعام الأقزام. أجل، شكرا على تذكيري أيتها الأميرة. يمكننا الاستمتاع من دون الطعام، لنجلس ونستمتع بالإطلالة. شهي، أنا جائعة قليلاً. وأنا أيضاً.
لا أعتقد أنني أكلت طعام الأقزام سابقاً. أتجرب بعضاً منه أيها الملك؟ أوه، شكراً بين. إنه لذيذ. طعام الأقزام لذيذ. إنه كذلك. أيتها المربية بلام، تذوقيه. حسن يا صاحب الجلالة، بما أنه أمر ملكي. هذا أمر ملكي آخر. خذوا قزماً دائماً حين تخرجون في نزهة ملكية.